السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ على خير الحمد لله. اليوم جيت نعمل واحد الشلاطه بحال داك بريطا بورتي، كلشي واجد غير قطع 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 وعمر. لي زونديف ولا انديبياس بالعربيه، ما كنعرفش كيقولوا لهم، يعني هما هادو. وهذا كنحتاجو هنايا دانت فيمي لانشون، هذا جبن فيمي، مايس، التون، غنزيد بيطة في الماء و بصيلات فيتوس. هادو كيعجبوني انا، هادوك جو غيزلان صافي. كنشبو اننا جاوني نقطعوهم لي غلاط شيوش، غنزيد نقطعهم، غنزيد نرققهم شويه. نجيبو البول ديالنا فين غادي نعملو، فين غنقطعوه. فين غنصبو هادو ديالنا؟ ما نعملهمش كبار، ما خصهمش يكونو كبار بزاف وصافي، غير هكدا. شفتو؟ عرفتي بحال ياش قد الدادو دو بارتي هكداك، ما كيجيو شي باسين في الماكلة صافي. وما نمش نوريتكم كيفاش، ما نمش نصورش كلشي. هادو عاود تا هما كاملين، عاود غير هكدا كتجي غزالة. شحالي ما عدلتها، صافي كنقول هاد الطريقة هادي. شكون عاد العصير د بقي ما نزلتلكمش صافي كنقول هاد الطريقة تانا نكملو كلشي وأنا معاكم. كيف كتشوفو هنايا قطعت داكشي ديالو كامل، وعملت بيطة قطعتها هنايا. الا بغيتو مثلا، الا عندكم الجبن دكوده زيدوه، الا عندكم كيسو دي بولا فرماج حمر زيدوه، اي نوع دو فرماج. كاين اللي كيعجبو البروير، كاين اللي كيعجبو الرونكفور، كاين كل حاجه شنو كيعجبو ياك. انا حسب لو كود الجبن، انا جبرت عندي هذا فيمي، عملت فيمي، كنت كنتمنى نجبر دبولا كيسو دي بولا، صح انا جبرتوشي اكتفيت بلي عندي صافي. غادي داكشي كامل غادي نعملو في هنايا في الطاسة ديالي. باش نخلط كلي ماشي ساعله خايله صافي. كنزيدو المايز ديالنا اللي ديجا عملنا يقطع، يعني مابقاش فيه الماء، واخا هذا كيبقى يطلق ياك. غادي نزيدو الثوم ديالنا، وهادو غنمشي نخصهم دابا، يعني غنعملهم هكذا. وغادي نعمرو الباكيتوس ديالنا وصافي. انا نمشي غنمشي نخصلهم عاد نرجع. حاجه اخرى، باش كنقطعو، باش كنعملو لهم هكذا خصنا نقطعو لهم هذه شويه، هذا الدواره ياك، باش ما نضيعوهاش حتى هي نقطعوها صغيره ونزيدوها على الخليط ديالنا.
كليخنا هنايا حيت هما حين كتجي دابا تزول حين كد تقوم شوي وش هادي يعني باقية كبيرة هنايا شفتوها يعني خصا هادي طيب هنايا ماشيين تبدو كي صغار ما مزونين ما كبيرين باش نعمل هادي هكا خلي لي نفت الصدايا تكيها مع الراس غير صافي صافي كنزيدو التون حتى كنفت التوه عندنا نخليوها شي طروف تاكم كل طاقة تاكم كملو صافي كنخلطو داكشي كامل مع بعضياتو خلطو بالخدمة فيا من جيبو صافي هاو كنعملو صيلات ديالنا بزاف شويه تمشي بزاف شو انا كيعجبوني انا في ديالي باش نزيدو هنا كتروح الطوكي ديك ديك كذا كتبه البصلات طبعا الناس ما كيعجبهمش البصل حتى شي صافي دابا نشبر مايونيز طبي عندنا طبعا مايونيز هاد الدار ديجا حطيتها في القناة صافي كنقلب بطريقة هادي بلا ما نحرك المعلق ماشي بزاف الشلاطه ديالنا هي وجدت يعني اعتبروها وجدت مش دابا فين ماشي نجيب دابا ما جيب داك الحاجه اللي ما كنحملوهاش سبحان الله بريزونطاسيون ايما عطوا لي زونديف كلو انديفياس هو من المعلقه ديال هادي بالنسبه لي لي صافي كنشربوا الانديفياس ديالنا الطريقه هادي كنعمروهم يعني طاح في الاولية مزيان ولا كيطيح في ستيتويل غيكون في عون صافي ها هي صافي كنبقاو بهاد الطريقة هادي حتى كن كنبقاو بهاد الطريقة هادي حتى كنكملو الحشوة ديالنا والانديفياس اللي عندنا كاملين وصافي تنوريها لكم من بعد كيف كتجي الانديفياس ديالنا وجدو لي زونغي زعما وجدو اها لي غنزيدو واحد الاضافة نشبر شوية ديال الشيا ولا البافو على نوف الوجه ديالو صافي غادي نعملو لو هدا انا شوية ديال الشيا بالطريقة هادي
مشي حتى داك المنظر وصافي. شويه ديال الشيء من الشيء وهذه كينوا كنتمنى الشلاضه ديالنا الاعياد ديالكم. وجدوها غادي نعطيكم واحد النصيحه مثلا الناس اللي شويوش بهم في الدار ماشي بزاف حيت هاد لي زونديف شويه غاليين ماشي رخاص ياك عملوا ثلاثه ديال الناس يشريوها هي كتحتاج غير واحده انا واحده ما كملتهاش يعني بقات لي وانا اللي جوج انا باش نقطع بحال الخص باش نخلطها على داك الخليط اللي بقى لي من هذا باش نخلطها عليه مثلا ثلاثه ديال الناس يشريوها حيت دابا انا بقاو لي فهمتوني صافي كتجي مع شاده من واحد ايوا بالصحه والعافيه وكنتمنى الوصفه ديال هذا الاعجاب ديالكم عدلوها عين دخل لكم الطحون ديالكم يلا بالصحه والعافيه.